نور خطيبك وصل. المفاجأة الحلوة دي، أنت مش قلت إني مسافر النهاردة؟ جايلك في زيارة مفاجأة، تقدري تعتبريها زيارة عمل، ولو ما فاضياش أروح لحد تاني. لا فاضية. طيب يا ريت تحصلي لي الشيك ده في أسرع وقت وتدخليه في حسابي. طب ممكن تلف وتجابلني؟ مالك يا منى؟ وإيه المبلغ الكبير ده؟ اصلي مشارك جماعة اصحابي على مزرعة وحتة ارض 200 فدان، والفلوس دي كنت دفعتها تمن ادوات زراعية ومجررات يعني للارض دي. يعني عندك مزرعة مواشي وعزمة 200 فدان؟ وعندي شركة كمان، وكل حاجة هتعرفيها في وقتها، بس اي حاجة هتعرفيها عني هتفضل سر، مفيش اي مخلوق يعرفها حتى لو كان ابوك وامك. ساعات بخاف منك. ليه بتقولك دي؟ لان الاسرار الكتير معناها ان في حاجه مش مظبوط ولازم تتدارى. منى لو في حاجه غلط قول لي عليها وانا اعطيك من اي وقت. هو كون امتلك مزرعه وحته ارض يبقى في حاجه غلط؟ اقول لك يا نورهان، خلي العلاقه بينا تبقى علاقه عميل بموظفه احسن، ويا ريت تخلص عشان ما تعطل. انت زعلان كده ليه؟ لان اللي هتشك في عريسها في الاول عمرها ما تقدر تعمر له بيت، فهمت لي يا نورهان؟ ويا ريت تخلصي او الشيك عندك. وانا بقى هينفع اخد الخلاجات دي ولا لا؟ بس ما دام جايه على اسمي يبقى اخدها معايا. جهزت نفسك للسفر يا نسمه؟ انا خدت الخلاجات الجديده معايا، بس مش عارفه اذا كان هينفع البسها هناك ولا لا. وايه اللي يقل نفعهم؟ ما هدوم زينه وحشمه. طب تحب تاكل الاول ولا نمشي على طول؟ اي حاجه. وابقي طلعي شنطتي. مالك يا مناع؟ فيك حاجه يا اخوي؟ يحرق ابو المخدرات اللي جرتها، خلتني اخاف من خيالي واشك في اقرب الناس ليا. فيك يا مناع؟ وجعت قلبي. انا قررت ما اتجوزش من هنا. خلاص تبقى بنت عمك مغاوري اولى بيك من الغريبه. لا بنت عمي ولا اي واحده من نجع من اساسه، هيكون في دماغها ايه يعني غير الوكل والشرب والعيال؟ ده عيشه تخنق. واه عليك يا مناع، عايز تعيش كده وحدانيه طول عمرك؟ الظاهر ان ده قدر يا بنت ابوي. ايوه اعرفك، صاحبه نورهان في البنك. ايه اللي حصل؟ انا جاي على طول، جاي على طول. في ايه؟ رايح فين ده؟ نورهان فين؟ وايه اللي حصل لها؟ انا اللي بسالك، قلت لها هي خليتها تنهار بالشكل ده. بعد ما مشيت ساهمت وكانها مش شايفانا، وبعد كده وقعت من طلب. اكيد قلت لها حاجه، قول ايه اللي حصل. طب هي فين دلوقتي؟ جوا عند الدكتور. ممنوع يا استاذ. بعد الطريق دلوقتي. مجنون ده ولا ايه؟ نورهان. ايوه يا استاذ. سامحيني معلش. صعيدي. كنت جسدي قوي معايا. مع اني في نصك صعيدية، بس ايه الحنية دي كلها؟ اوحدك اي حاجة تقولها لي، هتبقى سر بيني وبينك. صدقتي؟ مفيش سر ولا حاجة. عايزك تبكي، قول ما انا عايش على وش الدنيا. تحبيني؟
أظن كده بقيتي كويسة وتقدري تروحي، ولا تحب أحجزك يومين كمان؟ موافق لو هتحجزوا إياها. هتفوتي علي أنت، أنا عارف. أنا كمان بحب أتجوز. حاسبة تقعدي على اللابتوب هتكسريه. يعني ايه؟ ده كمبيوتر بتاعي عليه شغلي كله. واه، شغلك في الشنطة دي؟ ما تشغليش بالك، المهم احنا هنطلع من هنا على جنة ونعدي على شركة الآلات الزراعية نطمن راحوا الأرض الجديدة ولا لا. اديني ركبت معاك اهو، وديني مطرح ما انت عايز. اهو كده اريح. لا قول لي يا منى، ايه اللي نزلك ملهوفة دي؟ مشكلة حصلت لي كانت ممكن تخربط لي مستقبلي كله، بس الحمد لله لحقتها في الوقت المناسب. الحمد لله. احنا هنوصل في الليل ولا قبل الشمس مطلوب؟ انا خايفه حد يشوفه. لما نوصل هناك يبقى يحل هربنا. خدي الكنسايه دي، ها، تسلي بيها في الطريق، وانا هشغل لك احلى اغاني نجوم اف ام. ولو عايزه تنامي نامي. فهمتك، قصدك اسكت. هاسكت خالص اهو، بس افتح لي البتاعه دي. السفر الطويل محتاج هدوء وتركيز، وانا ما اخبيش عليكي عندي شويه مشاكل في الشغل، عايز افكر فيها بهدوء واحاول الاقي لها حل في سكتي. فكر براحتك يا اخوي. اقول لك انا هريح على الدكه اللي ورا دي. هتروح فين؟ استني. هتلاقيها مصطبه ولا ايه؟ اعمل ايه؟ انا حاركن على جنب وانت انزلي اتكلم من الباب الوراني. طيب. نفسي اعمل لك عمليه نقل مخ تربيت دماغك. يعني ايه تتجوزوا على طول؟ انت لعبتوا تعرفوا بعض؟ ولا انت كنت عارفاه وبتمثلي عليه انك اول مره تشوفيه؟ انا يا ابوي انا اعمل كده؟ معقول الكلام اللي بتقوله ده يا توفيق؟ ما هي حاجة تجنن، البت اتقلب حالها من ساعة ما عرفته. صح يا توفيق، وده دليل عنها ما كانتش تعرفه، وإلا كان حالها انقلب من زمان. إيه اللي جرالها؟ مدلوجة عليه وهيمانة وحاجة. جرى يا توفيق، البنت بتحبه وفرحانة بيه، مش أكتر من كده، بلاش تفكيرك أنت يروح لبعيد. ده أول حب بيشغل كيان البنت دايما. في يومين يا عليا؟ يوه، شافت فيه مستقبلها. أنت أمرك عجيب أنت كمان.